بيبدأ الفيلم مع روبرت وهو شخص عايش حياة روتينية هادية وبيصحى من النوم الصبح وبيستعد علشان يروح شغله، وبيكون شخص منظم وبيحسب كل حاجة في حياته بالدقيقة أو الثانية. وبينزل روبرت من بيته وبيركب المواصلات وبيوصل لشغله وبيكون بيشتغل في محل للأدوات المنزلية. وفي وقت الاستراحة بيقعد روبرت يتكلم مع زميله رالفي، وبنعرف إن رالفي عنده اختبار لوظيفة حارس أمن وإن روبرت بيساعده علشان يقلل من وزنه. وبعد ما روبرت بيخلص شغله وبيرجع للبيت وبيجهز لنفسه الأكل وبيرتب البيت، وبعدها بيقعد يقرأ كتاب زي كل يوم لكن بيحس بالملل، وبيقرر إنه يروح للمطعم ويكمل قراءة الكتاب هناك. وبيكون بيقرأ كتاب اسمه الرجل العجوز والبحر، وبتتكلم بنت معاه وبتسأله لو كان الرجل العجوز اصطاد السمكة، وبيرد روبرت عليها وبيقول لها إنه لسه بيحاول يصطادها. وبعدها بتدفع البنت الحساب، وقبل ما تخرج من المطعم بتطلب من روبرت إنه يبقى يحكي لها باقي قصة الكتاب. وتاني يوم بيروح روبرت شغله وبيتكلم زمايله معاه وبيسألوه عن الوظيفة اللي كان بيشتغلها قبل ما يشتغل في المكان ده، وبيرد عليهم وبيقول لهم إنه كان بيشتغل مشرف لتحسين الأداء في فرقة وبيقدم ليهم حركات راقصة. وبالليل بيروح روبرت للمطعم كالعادة وبيقابل نفس البنت مرة تانية، وبتتكلم معاه وبتسأله عن اللي حصل للسمكة، وبيرد عليها وبيقول لها إن العجوز اصطاد السمكة لكن أسماك القرش خدتها منه. وفي اللحظة دي بتيجي مكالمة للبنت من شخص اسمه سلافي، وبيقول لها إن في شخص مستنيها في العربية قدام المطعم، وبيكون واضح إن البنت مش عايزة تروح مع الشخص ده لكن سلافي بيجبرها لأن ده شغلها. وبتخرج البنت من المطعم وهي مجبرة وبتركب العربية مع الشخص اللي مستنيها. وتاني يوم بيروح روبرت يساعد زميله رالفي في التمارين، وبالليل بيروح للمطعم وبيقابل البنت وبيقدم ليها طبق حلويات، وبيلاحظ إن في أثر للضرب على وشها. وبتقعد البنت تتكلم معاه وبتتعرف عليه وبتقول له إن اسمها إلينا، وبيسألها روبرت عن أثر الضرب اللي موجودة في وشها، وبيفهم منها إن الشخص اللي قابلته امبارح هو اللي ضربها، وبتديله إلينا اسطوانة عليها الأغاني اللي هي سجلتها بصوتها وبتطلب منه يسمعها. وبيقول لها روبرت إنها ممكن تسيب الشغل ده وتشتغل أي حاجة تانية هي بتحبها، لكن إلينا بتقول له إن ده صعب يحصل. وبعدها بتسأله عن مراته، فبيحكي لها إنها ماتت وإنه بيحب يقرأ الكتب زي ما هي كانت بتعمل، وبيفضلوا يتكلموا هما الاتنين وبيتعرفوا على بعض أكتر، وبعدها بيتمشوا في الشارع. وفي الطريق بتقابلهم عربية وبينزل منها شخص اسمه سلافي اللي إلينا بتشتغل عنده، وبيتكلم معاها وبيضربها بسبب إنها مش بترد عليه لما بيتصل بيها. وبيحاول روبرت إنه يساعدها لكن بيلاحظ إن الحارس اللي مع سلافي معاه مسدس. وبعدها بيتكلم سلافي معاه وبيديله الكارت بتاعه علشان لو عايز أي بنت من اللي بيشتغلوا معاه. وتاني يوم بيروح روبرت للمطعم وبيلاحظ إن إلينا مش موجودة، وبيتكلم مع صاحب المطعم وبيعرف منه إنها موجودة في المستشفى بسبب إن في شخص ضربها. وبعدها بيروح للمستشفى علشان يطمن عليها وبيلاقي إن حالتها خطيرة، وبيشوف صديقتها ماندي وهي قاعدة معاها وبتطمن عليها. وبعدها بتخرج ماندي علشان تشرب قهوة وبتكون حزينة ومتوترة لدرجة إنها بتوقع القهوة على الأرض. وبيروح روبرت يساعدها ويطمن عليها وبيتكلم معاها وبيسألها عن إلينا، فبتحكي له إن سلافي ضربها وهي ردت عليه وضربته وعلشان كده هو ضربها بوحشية، وبتقول له إنه قبل كده ضرب بنت وشوه وشها علشان تكون عبرة لباقي البنات، وبتعرفه كمان إنه بيحاول يمنع إلينا إنها تعيش حياتها بطريقتها الخاصة وبيهددها دايما. وبعدها بيشوف روبرت الكارت بتاع سلافي وبيروح للمكان اللي هو موجود فيه وبيتكلم معاه وبيديله مبلغ من الفلوس مقابل حرية إلينا، لكن سلافي بيرفض وبيقول له إن الفلوس دي تخليه ياخد إلينا لمدة شهر واحد بس، وبيبدأ يسخر منه هو ورجالته. وبياخد روبرت الفلوس وبيفتح الباب علشان يمشي لكن بيقفل الباب وبيرجع تاني، وبيحسب عدد رجالة العصابة اللي موجودين في المكان والأسلحة اللي معاهم وبيظبط الساعة بتاعته على وقت معين. وبعدها بيهجم على سلافي ورجالته وبيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني بكل شجاعة، وبيحاولوا يهجموا عليه ويقتلوه لكن روبرت بيقدر يقتلهم كلهم وبيخلص عليهم في خلال ثواني. وبعدها بيقعد يتكلم مع سلافي قبل ما يموت وبيقول له ان إلينا هتكمل حياتها، وبيعرفه انه كان لازم ياخد الفلوس ويحافظ على حياته. وبعدها بيرجع روبرت البيت وبيكمل حياته بشكل طبيعي، وبتنتشر الاخبار عن جريمة قتل افراد العصابة اللي هو قتلهم. وبعدها بيوصل شخص اسمه تيدي للمدينة وهو فرد في عصابة روسية اللي كان سلافي ورجالته تابعين ليها، وبيروح للمكان اللي حصلت فيه جريمة القتل وبيبدأ يحقق في الحادثة وبيحاول يوصل للقاتل، وبيقابل ضابط شرطة فاسد اسمه فرانك وبيتكلم معاه وبيعرفه إن زعيم العصابة فلاديمير بوشكين بعته علشان يحل المشكلة دي، وبيطلب منه إنه يلاقي معلومات عن الأشخاص اللي قتلوا سلافي ورجالته. وفي نفس الوقت ده بيكون روبرت في شغله وبيعرف إن زميله رالفي استقال من الشغل، وبيروح للمطعم بتاعه علشان يطمن عليه، وبيتكلم رالفي معاه وبيقول له إن المطعم بتاع أمه حصل فيه حريق وعلشان كده هو قرر يفضل معاها ويساعدها، وبيقرر روبرت إنه يساعدهم ويرتب معاهم المطعم هو كمان. وبيروح تدي مع فرانك علشان يقابله زعيم عصابة اسمه جون،
علشان يحاولوا يعرفوا أي معلومات عن اللي قتل سلافي ورجالته. ولما بيوصلوا للمكان بيتكلم تيدي مع جون وبيلاحظ إنه بيسخر منه من الروسيين، وساعتها بيتعصب وبيهجم عليه وبيضربه بكل قوته وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيموت. وبيحاول رجالة جون إنهم يقتلوا تيدي، لكن فرانك بيضرب عليهم نار وبيقتلهم. وبعدها بيتكلم مع تيدي وبيتخانق معاه بسبب اللي حصل، لكن تيدي بيقوله إنه عمل كده علشان يبعت رسالة لباقي العصابات ويبلغهم إنه موجود في المدينة. وفي نفس الوقت ده بيتكلم روبرت مع رالفي وبيسأله عن سبب الحريق اللي حصل في المطعم، وبيرد رالف عليه وبيقوله إنه غالبا حصل بسبب أسلاك الكهرباء. وبيتكلم تيدي مع ماندي وبيسألها على مكان إلينا، لكن ماندي بتكذب عليه وبتقوله إنها ما تعرفهاش. وبعدها بيتكلم تيدي مع زعيم العصابة بوشكين وبيقوله إن كل العصابات ما تعرفش حاجة عن جريمة القتل اللي حصلت لسلافي ورجالته، وإن الشخص اللي عمل كده هو أكيد قاتل محترف وهو هيحاول يوصله. وفي نفس الوقت ده بيروح اتنين من ضباط الشرطة الفاسدين لمطعم أم رالفي وبياخدوا منها فلوس، وهنا بنعرف إن هم اللي عملوا حريق في المطعم بتاعها بسبب إنها اتأخرت في دفع الفلوس ليهم. ولما بيخرجوا من المطعم بيكون روبرت مستنيهم وبيتكلم معاهم وبيعرفهم إن معاه فيديو يثبت جريمتهم وإنهم حرقوا المطعم وبياخدوا فلوس من الناس. وساعتها بيحاولوا يهجموا عليه، لكن روبرت بيضربهم وبيفكرهم إن واجبهم إنهم يحققوا العدالة والأمن، وبيهددهم إنهم لو ما رجعوش كل الفلوس اللي خدوها للناس ساعتها هينشر الفيديو اللي معاه. وفعلا تاني يوم بيروحوا هما الاتنين يرجعوا الفلوس للناس، ومن ضمنهم أم رالفي اللي بتفرح جدا. وفي نفس الوقت ده بيكتشف تيدي إن ماندي كانت بتكذب عليه وبيتكلم معاها، وبيعرف منها إنها زارت إلينا في المستشفى وإن كان في راجل تاني بيزورها وبيطمن عليها. وبعد ما بيعرف منها الحقيقة بيقتلها وبيخلص عليها. وبيروح رالفي قابل روبرت وباقي زمايله وكلهم بيحتفلوا بيه بعد ما نجح في الاختبار وبقى حارس أمن. وبيقدر تيدي إنه يوصل لصورة روبرت وهو داخل للمكان اللي سلافي ورجالته يتقتلوا فيه، وبيبدأ يشك إن هو اللي قتلهم وبيقرر إنه يراقبه. وفي نفس الوقت ده بيكون روبرت في شغله وبيلاحظ إن في مجرم بيهدد زميلته جيني بمسدس علشان يسرق الفلوس، وبيفتح الدرج وبيديله كل الفلوس، وكمان بيحاول المجرم إنه ياخد خاتم جيني واللي بيكون هدية من أمها. وبيتكلم روبرت معاها وبيطلب منها تديله الخاتم. وفي نفس الوقت ده بيقدر يلاحظ تفاصيل المجرم وبيحفظ شكله وبيسيبه يخرج من المحل، وبيروح وراه وبيعرف رقم عربيته. وتاني يوم لما بتفتح جيني الدرج بتلاقي الخاتم بتاعها موجود فيه، وبيرجع روبرت المطرقة اللي خدها في مكانها بعد ما قدر ينتقم من المجرم اللي سرقهم. وبالليل بيروح تيدي البيت روبرت وبيتكلم معاه وبيقوله انه بيحقق في قضية قتل الخمس اشخاص اللي اتقتلوا في المطعم الروسي. وبيرد روبرت عليه وبيقوله انه كان موجود في المطعم ده يوم الحادثة لانه كان بيتعشى هناك. وبيوريه تيدي صورة ماندي وبيسأله لو كان يعرفها، وساعتها روبرت بيعرف انها ماتت، وكمان بيتأكد ان تيدي مش ظابط لانه بيرفض يديله اي كارت يثبت هويته. وبيبدأ تيدي يراقب روبرت في كل مكان وبيحاول يعرف عنه كل المعلومات. وفي نفس الوقت بيبدأ روبرت يستعد وبيحط كاميرات مراقبة في بيته. وبالليل بيروح يقعد في المطعم وبيلاحظ ان تيدي بعت شخص علشان يراقبه. وفي نفس الوقت ده بيكون تيدي موجود في العربية مع فرانك ورجالته، وبيحاول الشخص ده انه يهدد روبرت بالمسدس، لكن روبرت بيهجم عليه وبيضربه وبيقدر يقتله. وبعدها بيستخدم السكينة وبيقطع الكهرباء، وبيخرج من المطعم وبيصور تيدي بتليفونه. وساعتها تيدي ورجالته بيروحوا وراه وبيدوروا عليه في كل مكان، وفجأة بيظهر روبرت وبيهجم على واحد منهم وبيضربه وبياخد تليفونه وبعدها بيختفي. وساعتها تيدي ورجالته بيروحوا لبيته وبيقتحموا المكان وبيدوروا عليه لكن مش بيلاقوه. وفي نفس الوقت ده بيكون روبرت موجود في مكان قريب من البيت وبيراقبهم عن طريق كاميرات المراقبة اللي حطها في بيته. وبيكتشف تيدي انه بيراقبهم وانه قدر يخدعهم، وبيتكلم مع رجالته وبيطلب منهم انهم يلاقوه في اسرع وقت. وتاني يوم بيروح روبرت يقابل اصدقائه براين وسوزان في بيتهم، وبيتكلم مع سوزان وبيوريها صورة تيدي وبيطلب منها انها تعرف معلومات عنه وتعرف مين هو الشخص ده. وبعدها بيقعد روبرت يتكلم مع براين، وهنا بنعرف ان روبرت زيف حقيقة موته وانه كان عايش متخفي بقاله فترة كبيرة. وبعدها بترجع سوزان للبيت وبتتكلم مع روبرت وبتقوله ان سلافي ورجالته اللي هو قتلهم كانوا بيشتغلوا لحساب فلاديمير بوشكين، وهو فرد في المافيا الروسية وعنده شبكة اعمال فاسدة وكمان عنده فلوس كتير وعلاقات سياسية مهمة. وبتعرفوا ان تيدي هو الشخص اللي بوشكين بيبعته علشان يحل المشاكل، وان اسمه الحقيقي هو نيكولاي. وكمان بتقوله على مجموعة من ضباط الشرطة الفاسدين اللي بيتعاونوا مع تيدي وعصابته، واللي من ضمنهم فرانك. وبتعرفوا ان في اتنين منهم لقوهم مقتولين بطريقة وحشية، وبيشكرها روبرت على مساعدتها ليه، وبتحذره سوزان من العصابة وبتقوله انهم هيحاولوا ينتقموا منه ويقتلوه، وبتكون قلقان عليه لكن في نفس الوقت بتكون واثقة فيه. وبعدها بيروح روبرت البيت فرانك بعد ما قدر يعرف مكانه، وبيهجم عليه وبيضربه وبيحبسه في العربية بتاعته، وبيكون حاطط خرطوم غاز في العربية وبيقفلها عليه وبيتكلم معاه وبيهدده انه
هيقتله لو ما قالش ليه كل المعلومات عن بوشكين، وبيضطر فرانك انه يعترف له بكل حاجه لانه مش بيقدر يستحمل الغاز. وبعدها بياخده معاه للمكان اللي بوشكين بيحتفظ فيه بالفلوس اللي بيكسبها من الاعمال الفاسده، وبيصوب واحد من العصابه مسدسه ناحيه روبرت، وساعتها روبرت بياخد منه المسدس بحركه ذكيه وبيصوبه ناحيته، وبيهدد رجالته انه هيقتله وبيخليهم ينزلوا اسلحتهم. وبعدها بيخرج كل العمال من المكان بعد ما بيديهم جزء من الفلوس بتاعه بوشكين، وبيتكلم مع فرانك وبيأمره انه يتصل بالشرطه ويبلغ عن المكان. وبعدها بيروح للبنك وبيفتح الخزنه اللي فرانك محتفظ فيها بحاجاته الشخصيه بعد ما عرف مكانها منه، وبيلاقي فيها فلاشه عليها معلومات مهمه تخص بوشكين. وبتوصل الشرطه للمكان وبيلاقوا رجاله العصابه كلهم مربوطين وبيقبضوا عليهم، وكمان بيقبضوا على فرانك اللي روبرت قدر يربطه في المكان مع باقي العصابه. وفي نفس الوقت ده بيكون تيدي بيدور على روبرت وبيحاول يوصل لمكانه، وبيتكلم واحد من رجالته معاه وبيقول له انه هيلاقيه، وبعدها بيروح للحمام. وبيوصل روبرت وبيقعد يتكلم مع تيدي وبيعرفه انه قتل الشخص اللي كان لسه قاعد معاه، وبيقول له انه مش هيبطل اللي بيعمله الا لو هو اتكلم مع بوشكين وطلب منه يوقف العمليه اللي هيعملها قريب. وكمان بيحكي له قصه عن راجل روسي اتبنى طفل يتيم ورباه مع اطفاله الخمسه، وانه كان بيعامله بطريقه كويسه وبيعطف عليه، لكن في يوم الراجل ده اتقتل هو ومراته ومحدش قدر يعرف مين القاتل. وبيقول له ان القاتل غالبا هو الطفل اللي اتبنوه، وانه قتلهم لانه كان خايف ان الراجل يكتشف انه ما يستحقش المعامله الطيبه لانه شخص فاسد. وكمان بيلمح ليه ان هو نفسه الشخص اللي هو بيتكلم عليه، لكن تيدي بيسخر من كلامه وبيقول له روبرت ان هو اللي قتل سلافي ورجالته، وبيكتب له رقمه في ورقه علشان يبقى يتصل بيه لو قرر انه يوافق على العرض بتاعه ويخلي بوشكين يوقف العمليه. وبعدها بيرجع لبيته وبيستخدم الفلاشه اللي معاه وبيلاقي فيها معلومات خطيره عن بوشكين واعماله الفاسده، وبيبعت المعلومات دي لمحقق في المباحث الفيدراليه، وكمان بيعرف معلومات عن السفينه الخاصه ببوشكين اللي بتنقل البترول، وبيروح عند مكان السفينه وبيفجرها وبيدمر المكان كله. وبعدها بيوصل الخبر لبوشكين وبيتصل بتيدي وبيقول له انه لازم يتخلص من روبرت باي طريقه، وبيبدا تيدي انه يجهز فريق جديد ومعاهم اسلحه كتير، وبيروحوا للمحل اللي روبرت بيشتغل فيه وبيخطفوا رالفي وباقي زمايله. وبعدها بيتصل تيدي بروبرت وبيعرفوا انهم خطفوا زمايله وبيهددوا انهم هيقتلوهم لو ما قابلوش خلال ساعه، وساعتها روبرت بيتحرك على المكان علشان ينقذ زمايله. وفي نفس الوقت ده تيدي ورجالته بيتتبعوا مكانه وبيعرفوا انه وصل في الاتوبيس وبيستعدوا علشان يقتلوه، لكن بيلاقوا الاتوبيس فاضي. وفي اللحظه دي بتشتغل موسيقى في المكان وبيتكلم واحد من رجاله تيدي مع رالفي وبيساله عن مصدر الصوت، وبياخدوا رالفي معاه لمكتب الامن وبيقول له ان الصوت بيشتغل من المكان ده. وبعد ما بيقفل الموسيقى بيحس ان في حد موجود في المكان، وفجاه بيظهر روبرت وبيهجم عليه وبيقتله، وبيروح واحد تاني من رجاله العصابه علشان يشوف اللي بيحصل، وبيظهر رالفي قدامه فبيهدده بالسلاح، لكن فجاه بيظهر روبرت وبيهجم عليه وبيقتله هو كمان. وبعدها بيتكلم مع رالفي وبيطلب منه يخرج كل زمايلهم من المكان، وبيبدأ تيدي ورجالته يدوروا على روبرت في كل مكان، لكن روبرت بيفصل الكهرباء في المكان وبيقفل الأبواب. وبعدها بيعمل فخ لواحد منهم وبيقبض عليه وبيقتله، وبيروحوا الباقيين يدوروا عليه وبيقدر انه يعمل فخ لواحد منهم وبيقتله هو كمان، وبيشوفوا تيدي وبيضرب عليه نار لكن بيهرب منه. وبيروح تيدي وباقي رجالته يدوروا عليه في كل مكان، وبيقدر روبرت انه يهجم على واحد منهم ويقتله بكل سهولة. وساعتها الباقيين بيدوروا على مصدر الصوت وبيحاولوا يوصلوا لمكانه، وبيهجم روبرت على واحد منهم وبيشتبك معاه، والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما روبرت بيطعنه بإزاز مكسور وبيقدر يخلص عليه. وبعدها بيوصل رالفي وبيحاول يساعد روبرت ويخرجه من المكان، لكن واحد من رجال تيدي بيشوفهم وبيضرب عليهم نار، وبيتصاب رالفي برصاصه في رجليه، وبيتكلم روبرت معاه وبيطلب منه انه يروح عند مولد الكهرباء ويشغل الاضاءه في المكان، وبيروح رالفي علشان يشغل الاضاءه. وفي نفس الوقت ده بيمشي واحد من رجال تيدي ورا اثار الدم وبيوصل لمكان روبرت، وبيكون روبرت عامل ليه فخ وفجاه بيحصل انفجار وبيموت. وبيروح تيدي يدور عليهم وبيوصل لمكان رالفي، لكن قبل ما يقتله بيظهر روبرت وبيكون معاه سلاح وبيصوبه ناحيه تيدي وبيضرب عليه نار وبيقتله وبيقدر انه يتخلص منه. وبعد ما المعركه بتنتهي بيخرج روبرت من المكان بعد ما انتقم من تيدي ورجالته، وبعد 3 ايام بيسافر لمدينه موسكو وبيوصل لبيت بوشكين، وبيكون بوشكين موجود في الحمام وفجاه بتقطع الكهرباء، وبيتفاجئ لما بيلاقي روبرت قدامه وبيتكلم معاه وبيساله هو هيستفاد ايه اما يقتله، وبيرد روبرت عليه وبيقول له انه هيحقق السلام. وفجأة بيختفي روبرت من المكان وبيروح بوشكين يشغل الإضاءة، وبيلاقي المية بتقع على الأرض وبينادي على الحراس، لكن بيكون في سلك كهرباء على الأرض ولما بيلمس المية بيتكهرب ويموت. وبيخرج روبرت من البيت بعد ما خلص مهمته، وبنكتشف إنه قتل كل الحراس،
وبعد فترة روبرت بيقابل إلينا وبتتكلم معاه وبتقوله إنها اتغيرت وإنها دلوقتي بتقرأ كتب واشتغلت في وظيفة تانية، وبتعرفه إنها لما خرجت من المستشفى لقت ظرف مكتوب عليه اسمها وفي فلوس وكمان تذكرة سفر، وبتكون معتقدة إن العصابة هي اللي بعتته ليها علشان ما تعترفش عليهم، ومش بتكون عارفة إن روبرت هو اللي بعته ليها، وبتشكره على كل اللي عمله علشانها وإنه ساعدها تبدأ حياة جديدة. وبعدها بيكمل روبرت حياته هو كمان وبيستمر في تقديم المساعدة للناس. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.